السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجة اسمها RNAi أو RNA Interference Shoot the Messenger. محاضرتكم دكتور عبد الرحمن بدر الدين. القصة بقى ابتدت إزاي؟ نحكي قصة صغيرة كده. إحنا في عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة البيتونيا. ظاهرة البيتونيا دي زي ما حضراتكم شايفين كده بقى ليها أشكال مختلفة وألوان مختلفة. في اتنين ساينتست كان عايزين يعملوا كلوننج للزهرة ديت بشرط ان الزهرة يطلع لونها كلها بيربل بالمنظر ده، يعني ميبقاش فيها الوايت اند بيربل بالمنظر ده، ميبقاش فيها النقرشة ديت، تبقى كلها بيربل بالمنظر ده. هم اشتغلوا على البيزك ساينس وقالوا احنا هناخد الجين اللي مسؤول على انتاج البيجمنت اللي بتخلي الوردة بالمنظر دوت، وجين دوت احنا هنعمل له كلوننج وهنزود منه اكسترا كابيز في النبات، وبالتالي لما يبقى فيه اكسترا كابيز من النبات النبات هيبتدي ينتج لي الانزيم اللي بينتج البيجمنت دوت بكميه كبيره، وبالتالي الزهره كلها يبقى لونها بيربل. مش كده وبس، احنا هنوقف الفيدباك انهبيشن ميكانيزمز، او هنوقف الميكانيزمز اللي بتوقف عمل الانزيم دوت، ومش كده وبس، احنا هنحاول نخلي نزود الاكسبريشن بتاع الانزيم دوت بحيث ان ما يبقاش فيه اي عائق، وان كل الانزيم اللي يتكون او كل الجينز اللي موجوده يحصل لها اوفر اكسبريشن، والورده بتاعتي يبقى لونها بيربل بالمنظر دوت. عملوا الاكسبيرمنت وطلعت الورده بيضه بالمنظر دوت. طبعا اول حاجه شكوا فيها الكواليتي كنترول اوف اكسبيرمنت، فابتدوا يعيدوا الاكسبيرمنت مره والتانيه والتالته في كل مره بدل ما تطلع بيربل، رغم ان هم مزودين الجين اللي المفروض يزود كميه المسنجر ان اي اللي هو المفروض يزود كميه الانزيم اللي هو مسؤول عن انتاج البيجمنت دوت، بدل ما البيجمنت تزيد كانت كل مره تطلع الورده بيضه بالمنظر دوت. فابتدوا يدوروا على ايه اللي بيحصل، ايه الميكانيزم اللي موجوده، وليه لما هم غيروا في الكاونت بتاع الجين جوه الاورجانيزم حصلت الظاهره ديت. هنعرف احنا بقى ليه الميكانيزم دوت، وازاي هم في الاخر نتيجه الشغل بتاعهم اكتشفوا حاجه تعتبر بريك ثرو في الجين ثيرابي في العالم كله، اللي هو موضوع الار ان اي انترفيرنس. قبل ما نخش في الديتيلز بتاعتنا بتاعت الار ان اي انترفيرنس، هنتكلم مع بعض على شويه ديفينيشنز كده اتفقنا عليها في اول الكورس. اول ديفينيشن كلمه جينوم، وات از جينوم؟ It is a store of biological information. لكن الجينوم ده في حد ذاته ملوش اهميه من غير ما يحصل له اكسبريشن ويديني فينوتايب او يديني فانكشن، ده اللي احنا بنسميه جينوم اكسبريشن. عشان انا اتحول من الجينوم للجينوم اكسبريشن او اظهر الفانكشن بتاعت الجينوم، انا محتاج مجموعه من الانزيمز والموليكيولز اللي موجوده في النص، وبالتالي انا عندي سيستم بحاله بيشتغل عشان السيستم دوت يبتدي يترجم من جاست انفورميشن لفانكشن. دراسه السيستم دوت احنا سميناها ايه مع بعض؟ سميناها كلمه جينومكس. الدي ان اي ده جزء من الجينوم اللي موجود عندي، لان في عندي اذر مولكيول زي الدي ان اي مثلا زي الار ان اي. الدي ان اي از بلو برنت فور ذا انديفيديوال اوف ان اورجانيزم. وكلمه جين، الديفينيشن بتاع كلمه جين، اتس سيجمنت اوف دي ان اي ويتش هاز بين اسوسييتد وذ سبيسيفيك فيتشر اور فانكشن فور ذا اورجانيزم. يبقى انا عندي جينوم، عندي دي ان اي، عندي جينز. دراسه القصه وقلنا قبل كده ان الجينوم دوت لازما عشان يتحول لفانكشن عن طريق البروتين، لازما في النص يبقى في عندي خطوه لخطوه الار ان اي. انا عندي الجينوم توتال جينيتك ماتيريال، عندي التوتال ار ان اي كونتنت بنسميها ترانسكريبتوم، والتوتال بروتين كونتنت بنسميها بروتيوم. واتفقنا ان دراسه الجينوم بنسميها جينومكس، دراسه الترانسكريبتوم بنسميها ترانسكريبتومكس، ودراسه البروتيوم بنسميها بروتيومكس. احنا في الجزء الاولاني من الكورس بتاعنا اتكلمنا على الجينوم ودراسته، وبالتالي هو ده الجزء بتاع الجينومكس بتاعنا. المحاضره النهارده بتتكلم على الترانسكريبتوم ودراستها اللي هي ترانسكريبتوميك، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في موضوع البروتيومكس اوت. لكن احنا هندرس الترانسكريبتوم من وجهه نظري ازاي اتحكم في الجينوم اكسبريشن انتو بروتين، وبالتالي الترانسكريبتوم عندي هنا اللي هو بيحول لي الجيناتيك ماتيريال لفينوتايب عن طريق ان هو يحولها لي انتو بروتين عن طريق عمليه الترانسكريبشن والترانسليشن. اللي بيتحكم في القصه ديت هي الترانسكريبتوم، فاحنا هندرسه النهارده من وجهه نظر الكنترول اوف جينوم اكسبريشن، وبالتالي اجينا انا بدرس علم الجينومكس. طيب الار ان اي بقى، احنا عندنا توتال ار ان اي في الخلايا اللي هو ترانسكريبتوم. احنا لما درسنا الار ان اي دوت قلنا ان 4% بس كودنج، يعني ايه كودنج؟ يعني يحصل لهم ترانسليشن ترانسكريبشن انتو مسنجر ار ان اي، والمسنجر ار ان اي دوت يحصل له ترانسليشن انتو بروتين. دوت كده تيبيكال جين، تيبيكال جين يعني هيبقى في عندي خطوه ترانسكريبشن وعندي خطوه ترانسليشن ويديني ايه؟ بروتين في الاخر. ولان عندي 96% من الار ان اي بتاعي الار ان دوت نون كودنج. يعني ايه نون كودنج؟ يعني ليه اذر فانكشن،
اذن فانكشنز يعني زي الريبوزوم الار ان اي اللي هو المسؤول ان هو يبتدي يقرا السيكونس بتاع المسنجر ار ان اي. في عندي ترانسفير ار ان اي ده اللي مسؤول ان هو يجيب لي الامينو اسيد السبيسيفيك امينو اسيد للسبيسيفيك كودون عشان يبتدي يحضر البروتين ستراند بتاعتي او البروتين بالتايب بتاعي. وفي عندي اذر مولكيولز زي الاس ان ار ان اي والاس ان او ار ان اي وفي الام اي ار ان اي اللي هو المايكرو انترفيرنج ار ان اي وفي الاس اي ار ان اي اللي هو السمول انترفيرنج ار ان اي. احنا النهارده من المحاضره بتاعتنا هنتكلم على الاثنين دول بس، دول المسؤولين عن مسؤولين عن عمليه الار ان اي انترفيرنس هم الام اي ار ان اي والاس اي ار ان اي. طب ايه ده بقى؟ ده مولكيول، المولكيول دوت عباره عن سنجل ستراند ار ان اي. احنا شايفين هو دبل ستراند، لا هو مش دبل ستراند، لو مشينا كده مع الليزر بوينتر وبصينا هنلاقي ان هو وان سنجل ستراند، وان سنجل ستراند اوف ار ان اي خلصناها. لكن هي واخده حاجه اسمها سكندري ستراكشر. يعني ايه سكندري ستراكشر؟ ما الار ان اي ده عباره عن بيزز، والبيزز دي زي ما احنا عارفين السي بيمسك مع الجي والاي بتمسك مع التي والاي بتمسك مع اليو. فانا عندي مجموعه من البيزز كومبلمنتري لبعض بيمسكوا في بعض، وبالتالي البيز دي صحيح هو سنجل ستراند لكن البيز دي هتبتدي تشوف الكومبلمنتري ليها ويبتدوا البيزز يقربوا من بعض عشان يدوني ستيبل سكندري ستراكشر. يعني ايه ستيبل سكندري ستراكشر؟ يعني هو الاستراكشر في الحاله دي ستيبل، مش هيحصل له فولدنج لوحده، مش هيتكسر لوحده. الحته دي بقى ليها اسماء عندنا، الجزء ده بنسميه الهير بين لوب لو اتكون في سكندري ستراكشر، الجزء ده بنسميه الجنكشن او المالتي لوب، الجزء ده بنسميه البلاج لوب، سنجل ستراند، في عندي انتريال لوب، في عندي ستيم ريجن، والستيم ريجن دي بتبقى دبل ستراند، والجزء بتاع الار انترفيرنس كله بيشتغل على الحته بتاعت الستيم ديت او الدبل ستراند ريجن اوف ذا سنجل ستراند ار ان اي. خلي بالنا اكيد تاني المولكيول دوت عباره عن سنجل ستراند ار ان اي، لكن السكندري ستراكشر بتاعه بيديني بعض الاماكن اللي هي اللي اسمها الستيم ريجن، ودي بتبقى behaving like او الشكل بتاعها او الاستراكشر بتاعها looks like a double strand، لكن هي مش double strand، هو one single strand عامل الهيل بين دوت او عامل ال stable structure دوت اللي بيديني منظر double strand دوت. في عندي حاجه اسمها البسيدو نوت اللي هو اللي تبقى البيزز داخله في الاوبوزيت دايركشن، او الهيدروجين بوند تبقى داخله في الاوبوزيت دايركشن، مش ماشي انتريولي كده، لا موجوده ايه اكستريولي. في الاول وفي الاخر انا عندي دوت single strand ار ان اي مولكيول، ما بيبقاش موجود في صوره كده خيط طويل، لا بيبقى واخد الستيبل سكندري ستراكشر. طول ما هو ستيبل كده كله هو موجود، موجود في السيل، السيل ما بتكسروش وبيقدر يعمل الفانكشن بتاعته. اهم حاجه في موضوع الار ان اي انترفيرنس ان نفهم موضوع سكندري ستراكشر اوف ار ان اي. طيب قبل ما نبتدي نخش هنتكلم على شويه ديفينيشنز، الديفينيشنز ديت احنا هنحتاجها في الكورس بتاعنا بعد كده عشان لما نيجي نتكلم نستخدم الديفينيشنز ديت. وات از ار ان اي سايلنسنج او اسكات الار ان اي، او ان انا بقى يعني بوقف الاكسبريشن او بوقف الفانكشن بتاعت الار ان اي. وات از ار ان اي سايلنسنج؟ الديفينيشن بتاعها اتس ا جين ريجولاتوري ميكانيزم ذات ليميتس ذا ترانسكريبت ليفل. يعني ايه ترانسكريبت ليفل؟ يعني كميه الار ان اي اللي عندي انا اما بوقف الفانكشن بتاعتها او بكسرها، المهم ان انا بعمل لها ليميتيشن، يا اما عن طريق ان انا بوقف الفانكشن بتاعتها ما خليهاش تقدر تعمل الفانكشن بتاعتها، او بكسرها وبخليها تختفي كلها منين؟ من الخلايا. يبقى كلمه ار ان اي سايلنسنج مقصود بيها تز جين ريجولاتوري ميكانيزم ذات ليميتس ذا ترانسكريبت ليفل. ازاي بقى بعمل دوت؟ في عندي كذا بروسيجر. اول واحده اللي هي سبريسنج ترانسكريبشن. يعني ايه سبريسنج ترانسكريبشن؟ انا بوقف عمليه الترانسكريبشن من اساسها، بوقف انتاج المسنجر ار ان اي من اساسه، دي بنسميها ترانسكريبشنال جين سايلنسنج او التي جي اس. تي جي اس يعني انا بوقف انتاج المسنجر ار ان اي، الجين بتاعي ما بينتجليش المسنجر ار ان اي، ما بيحصلوش اكتيفيشن، ما بيحصلوش ترانسكريبشن اساسا. الخطوه الثانيه ان انا اوقف الاكسبريشن بتاع المسنجر ار ان اي انتو بروتين بعد ما بيتكون، اكتيفيتنج ا سيكونس سبيسيفيك ار ان اي ديجراديشن بروسيس للبوست ترانسكريبشنال جين سايلنسنج او الار ان اي انترفيرنس، بتتسمى مره بي تي جي اس او بتسمى ار ان اي اي. الاثنين دول او الخطوه ديت هو بعد المسنجر ار ان اي ما بيتكون انا ما بمنع الاكسبريشن بتاعه. ايه الميكانيزمات اللي بنستخدمها عشان امنع الاكسبريشن بتاعه؟ هنشوفها بعدين. يبقى انا عندي هنا الخطوه الاولانيه بمنع فيها تكوين المسنجر ار ان اي بسميها تي جي اس او ترانسكريبشنال جين سايلنسنج. المرحله الثانيه ان هو بعد ما بيتكون المسنجر ار ان اي انا بوقف الاكسبريشن بتاعه انتو بروتين، والخطوه دي يا اما بسميها بي تي جي اس البوست ترانسكريبشنال جين سايلنسنج او ار ان اي اي اللي هو الار ان اي انترفيرنس. يبقى احنا لما هنتكلم على تي جي اس يبقى انا بتكلم ان انا بمنع انتاج
المسنجر ار ان اي. لما اتكلم على الار ان اي يبقى انا بتكلم على ايقاف في الترانسليشن اوف مسنجر ار ان اي، بس هو المسنجر ار ان اي اتكون. وبالتالي طلع عندنا كلمه ار ان اي انترفيرنس. الديفينيشن بتاعها: ار ان انترفيرنس از ا سيستم ويزن ليفنج سيلز ذات هيلبس تو كنترول ويتش جينز ار اكتيف اند هاو اكتيف ذي ار. ويتش جين ار اكتيف يعني الجين ده اكتيف وبيتكون منه بروتين، والبروتين ده بيديني فانكشن. زي ما قلنا كده، حولنا الجينوم لجينوم اكسبريشن. انا حولت الجينيتك انفورميشن اللي موجوده في الدي ان اي انتو فانكشن، انتو فينوتايب. يبقى انا كده حددت مين اكتف ومش مين اكتف. اند هاو اكتف ذي ار، يعني ايه هاو اكتف ذي ار؟ يعني الاكسبريشن بتاعه قليل ولا كتير، الحجم او كميه الاكسبريشن بتاعه او كميه البروتين اللي بينتج انا اقدر اتحكم فين في كميتها. عندنا التو مولكيولز بيعملوا لي القصه ديت في الار ان اي انترفيرنس. واحد اسمه المايكرو ار ان اي وواحد اسمه الاس اي ار ان اي، وهنعرف الفرق ما بين الاثنين. تقريبا هما الاستراكشر بتاعهم واحد، لكن واحد فيهم بيبقى موجود في ميكانيزم والتاني موجود في ميكانيزم تاني خالص. فواحد اسمه الاس اي ار ان اي والتاني اسمه الام اي ار ان اي. هيبقى في عندي بعد كده اسمها الماكرو انترفيرنج ار ان اي، وده هنتكلم عليه بعدين. الاثنين دول هما المسؤولين عن عمليه الار ان اي انترفيرنس. الفينومينا ديت بتاعت البي تي جي اس اللي هي البوست ترانسكريبشنال جين سايلنسنج او الار ان اي انترفيرنس، لانها موجوده في كائنات كتير قوي. التيبل ده بيوضح لي مجموعه الاورجانيزمز اللي موجوده اللي موجود فيها الفينومينا ديت. وطبعا احنا مش محتاجين ناخد اكزامبل من كل اورجانيزم، احنا بس بنتكلم ان هي مش ليميتد لاورجانيزم واحد او لطيب واحده، لا هي موجوده في البروتوزوا، موجوده في الانفرتبيت، موجوده في الفيرتبيت، موجوده في البلانتس، موجوده في الفانجي، موجوده في الالجي، وفي بروسيس مشابهه ليها موجوده كمان فين في الهيومن. واحيانا جوه الاورجانيزم بيبقى موجود في الديفرنت ستيج بتاعته وبيبقى ليه ديفرنت فانكشن. المهم ان هو موجود في كائنات كتير قوي. ده اللي هي عمليه البوست ترانسكريبشن جين سايلنسنج، ان انا اكون المسنجر ار ان اي لكن انا امنع خطوه. طيب عشان نتكلم شويه في الميكانيزم والفانكشن بتاعه الار ان اي انترفيرنس قبل ما نخش في الدياجرامز والحاجات دي كلها، احنا لما ابتدينا ندرس الظاهره دي في معظم الكائنات ديت، ابتدى كل مجموعه ساينتست يسموها تسميه ثانيه اكوردنج للشغل بتاعها. من اللي في النباتات بتسمى كو سبريشن او بي تي جي اس، ده اللي هو اكتشفه اللي هو اكتشفوه في البتونيا، كان اسمه كو سبريشن، وده هنعرف الميكانيزم بتاعته شويه ان ديتيلز. يبقى احنا في النبات بنسمي العمليه ديت كو سبريشن، في الفنجاي بنسميها كويلنج، وفي الانيمال كينجدم بنسميها ار ان انترفيرنس. ذي ار 3 فينوتيبيكلي ديفرنت بات ميكانيكلي ذي ار سيميلر، يعني اي ميكانيزم من الثلاثه دول واحده، لكن احنا بس بيدوني ديفرنت فينوتايب او ديفرنت فانكشن، وبالتالي احنا سميناها ديفرنت نومنكلتشر. يبقى انا لو بشتغل في النباتات هسميها كو سبريشن، لو بشتغل في الفانجاي هسميها كويلنج، لو بشتغل في الانيمال او في الهيومن هسميها ار ان انترفيرنس. طب ايه الناتشر فانكشن بتاعت الار ان انترفيرنس؟ يعني اهميته ايه؟ اهميته ان انا اكون مسنجر ان اي وامنع الاكسبريشن بتاعه. احنا كان زمان عندنا قاعده كده ثابته بتقول وانس ان المسنجر ان اي اتكون فلازم يتحول لبروتين، او لازم يحصل له اكسبريشن انتو بروتين. لا احنا دلوقتي غيرنا الكلام ده ولقينا ان المسنجر ان اي بيتكون لكن ما بيحصلوش اكسبريشن انتو بروتين. عشان كده الناس اللي كانت بتدرس بس الجين اكسبريشن على الليفل اوف ار ان اي، دلوقتي بيبقى لازم محتما عليها ان هي تتاكد من النتائج بتاعها على الليفل بتاع البروتين. الناتشرال فانكشن بتاعت موضوع الار ان اي انترفيرنس ان انا اوقف الاكسبريشن بتاع المسنجر ان اي بعد ما يتكون. واحد بروتكشن. بروتكشن يعني ايه بروتكشن؟ بروتكشن اوف جينوم اجينست انفيجن باي موبايل جينيتك اليمنتس ساتش از فيروسز. الناتشرال فانكشن بتاعت الار ان اي انترفيرنس ان لما يخش فيروس جوه الخلايا يتكسر ويموت، ودي هنشوف الميكانيزم بتاعها بعدين. فده ناتشرالي موجود جوه الخلايا بتاعتنا الار ان اي انترفيرنس ميكانيزم عشان يبروتكت الخلايا اجينست الانفيجن اوف جينيتك اليمنت، واشهر جينيتك اليمنت بتعمل لنا انفيجن اللي هي ايه؟ الفيروسز. تاني حاجه ودي بتبقى في الهاير اورجانيزمز، في الايكاريوتيك اورجانيزم بتعمل لي اوركستريتنج للفانكشن اوف ذا ديفلوبمنتال بروجرام اوف ايكاريوتيك اورجانيزم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي مثلا جنين بيتكون يكبر 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 لحد ما بيوصل لمرحله ان هو بيبي، يتولد ويفضل يكبر يكبر لحد ما يبقى ادلت. في كل مرحله من المراحل دي انا في عندي ديفرنت جيناتيك بروفايل بيشتغل، في عندي ديفرنت بروتيوم بيشتغل، في عندي ديفرنت جينز بيحصل لها اكسبريشن وجينز بيحصل لها ما بيحصلهاش اكسبريشن. فور اكزامبل جروس هرمون بيجي في وقت معين ويقف. اللي بيعمل اوركستريتنج للقصه ديت اللي بيحدد ان ويتش ليفل ويتش ان ويتش جين تو بي تيرند اون اند بي تيرند اوف عمليه الار ان انترفيرنس. يبقى هو في اللور اورجانيزمز بيستخدم او الفاون ناتشر فانكشن بتاعته ان هو بيعمل بروتكشن اجينست الانفيجن اوف فيروسز، في الهاير اورجانيزم بيوركستريت الجين اكسبريشن وبيحدد ان ويتش ان ويتش ستيج بيحصل اكسبريشن تو ويتش جين. ده الجرام الاولاني بتاعنا، ده بقى ابتدي نشرح الميكانيزم بتاعنا واحده واحده. انا في البدايه عندي بيبقى في عندي دي ان اي او الجين بتاعي اللي موجود على دي ان اي،
اول خطوه بتحصل له عمليه الترانسكريبشن، فبتحول لي، او مش بتحول لي، بينتج مولكيول جديد اسمه مسنجر ار ان اي كومبلمنتري للدي ان اي بتاعي. والمسنجر ار ان اي دوت طبيعي انه يحصل له ترانسليشن ويديني ايه؟ بروتين. عشان كده كنا بنقول كلمه شوت ذا مسنجر. يعني ايه شوت ذا مسنجر؟ كان زمان في العصور الوسطى بيتقال كلمه نيفر شوت ذا مسنجر، يعني الرسول يجي لك برساله لازم نسيبه انتاكت، ما ينفعش تهاجمه، ما ينفعش تموته. نيفر شوت ذا مسنجر. الار ان انترفيرنس لا، المسنجر بتاعي، المسنجر ار ان اي، بيكسره وبيحوله لي يعمل له ايه؟ ديجراديشن. فعشان كده بنقول ان هي كنوع من انواع الفان في الساينس، هو نيفر او شوت ذا مسنجر اوف ار ان اي. طيب الدي ان اي بتاعي اتحول لمسنجر ار ان اي، او انتج مولكيول اسمه مسنجر ار ان اي اكوردنج للسيكونس بتاع الدي ان اي، وحصل له اكسبريشن انتو بروتين. انا عشان اوقف الاكسبريشن دوت قدامي حل من الثلاثه. الحل الاول ان انا يبقى في عندي كومبلمنتري اوليجونيوكليوتايد ستراند، بنت اسميها الانتي سنس اوليجونيوكليوتايد ستراند، تمسك لي في المسنجر ار ان اي وتمنع لي البروجريشن، او تمنع لي الريبوزوم ار ان هو يمشي ويقرا لي السيكونس ويكون لي بروتين. انا كده بعمل بلوكينج للترانسليشن بتاعي، دي خطوه. الخطوه الثانيه انا بستخدم انزيم زي الريبوزايم. الريبوزايم ده عباره عن ار ان اي مولكيول لكن ليه انزيماتيك فانكشن، ممكن يوقف لي على المسنجر ار ان اي ويكسره، وبالتالي هو يعمل او عمل لي بلوكينج لعمليه ترانسليشن. الحل الثالث اللي هو بتاعنا، بتاع الكورس بتاعنا وبتاع المحاضره بتاعتنا، اللي هو الاس اي ار ان اي السمول انترفيرنج مولكيول، اللي احنا هنشوف الميكانيزم بتاعته، اللي هو بيتحد مع المسنجر ار ان اي ويكسره. الفرق بين الثلاث ميكانيزمات ديت بتاعت ايقاف الار ان اي او البلوكينج بتاع الاكسبريشن بتاع الار ان اي، ان الاولانيه ديت ريفرسابل. يعني ايه ريفرسابل؟ يعني انا لو شلت الانتي سنس مولكيول هيحصل اكسبريشن بتاعي عادي، يبقى الميثود دي ريفرسابل. لكن التو ميثود دول انريفرسابل. انريفرسابل ليه؟ لان المسنجر ان اي بتاعي اتكسر، وبالتالي مفيش عندي مسنجر ان اي اني مور، وبالتالي حتى لو انا شلت الريبوزايم دوت او شلت الاس اي ار ان دوت، المسنجر ان اي بتاعي مش هيحصل له ترانسليشن. فالخطوه دي ريفرسابل، الخطوه دي ان ريفرسابل. طيب في السلايد دي احنا هنوضح بقى تاني الميكانيزم اللي انا بستخدم فيها الانتي سنس مولكيول تو موديوليت الجين اكسبريشن. ادي المسنجر ان اي بتاعي بالستارت كودون، بالستوب كودون، بالبولي اي تيل اللي موجود فيه. انا لما بيجي الانتي سنس اوليجونوكليوتايد بيمسك في المكان اللي هو كومبلمنتري لي سبيسيفيكلي. وعشان كده موضوع الار ان اي انترفيرنس ما هوش بيكسر اي مسنجر ان اي، لا ده سيكونس سبيسيفيك. يعني سيكونس سبيسيفيك يعني انا اقدر اتحكم في ويتش مولكيول اوف ام ار ان اي تو بي ديجريدد. بالتالي مش مكسر كل مسنجر ان اي موجود في الخلايا، لا ده انا اقدر اتحكم في ويتش جين تو بي تيرند اوف اند ويتش جين تو بي تيرند اون، لانه سيكونس سبيسيفيك. الانتي سنس نيكليوتايد بتاعتي بتمسك في المكان الكومبلمنتري ليها. لما تمسك في المكان الكومبلمنتري ليها، الريبوزومال بتاعي مش هيقدر يمشي، مش هيقدر يعمل عمليه ايه؟ ترانسليشن. وبالتالي عمليه الترانسليشن ايه؟ هتقف. ده الجزء اللي هو ريفرسبل. الجزء الان ريفرسبل ان الاوليجونوكليوتايد بتاعتي اللي تمسك ديت زي ما هنشوف دلوقتي يبقى ليها فانكشن او ليها ميكانيزم تقدر بيها تعمل لي ديجراديشن للجزء اللي هي مسكت فيه. لما اكسر لي الجزء اللي هي مسكت فيه يبقى المسنجر بتاعي اتكسر. بالتالي اساسا الريبوزوم الار ان اي مش هيقدر يقف ويشتغل ويعمل لي عمليه الاكسبريشن. الجزء دوت اللي هو irreversible اللي هو مش هيرجع تاني، الاكسبريشن بتاعي مش هيرجع تاني، ده اتكسر فوريفر. لكن الجزء دوت او الميكانيزم دي reversible لو انا شلت الانتي سنس اوليجونوكليوتايد ديت الريبوزوم. احنا هنبتدي بقى دلوقتي هنجمع او هنتكلم على الجنرال ميكانيزم بتاعت الار ان اي انترفيرنس، هنفصصها بعد كده خطوه خطوه، بس الاول هنتكلم على الجنرال ميكانيزم. عشان اقول انا عندي ار ان انترفيرنس لازم نبتدي بدبل ستراندد ار ان اي. I have to start with a double stranded RNA. double stranded RNA دوت اول ما بيخش الخلايا اللي فيها السيستم بتاع ال RNA interference، اول حاجه بتحصل بيلاقي انزيم اسمه الدايسر انزيم. هنعرف الاستراكشر بتاعه كمان شويه. الدايسر انزيم ده بيعمل ايه؟ بيتعرف على الدبل ستراند RNA ويكسره ويديني سمول فراجمنتس. السمول فراجمنتس دي بنسميها siRNA او السمول انترفيرنج RNA. السمول انترفيرنج ار ان اي بتلاقي عندي كومباوند او بروتين اسمه ريسك بروتين. ريسك بروتين ار ان اي اندوس سايلنسنج كومبلكس. ار ان اي اندوس سايلنس كومبلكس. ريسك بروتين دوت بيتحد مع الاس اي ار ان اي بيكون لي المولكيول دوت. المولكيول دوت بيعمل انوايندنج للاس اي ار ان اي بتاعي، بيبقى انوايندنج لسنس وانتي سنس.
الانتي سنس بتفضل موجوده مع الريسك كومبلكس وبنسميها اكتيفيتد ريسك. اكتيفيتد ريسك ده بيروح يدور على السيكونس اللي هو كومبلمنتريلي، السيكونس اللي هو كومبلمنتري يعمل له ايه؟ ديجراديشن. يبقى انا لو مشيت كده من الاول عندي دبل ستراند ار ان اي بيقابل الدايسر انزيم اللي هو بيشوف الدبل ستراند ار ان اي يروح مكسره ويديني السمول انترفيرنج ار ان اي. السمول انترفيرنج ار ان اي دوت بيلاقي الريسك كومبلكس بيتحد معاه، الريسك كومبلكس بيعمل لي انوايندنج يحتفظ لي بالانتسنس ويبتدي يدور على السيكونس الكومبلمنتري لي. في الحاله دي هيبقى سيكونس اوف مسنجر ار ان اي ويعمل له ديجراديشن ويكسره، وبالتالي كده بيعمل لي بلوكينج او بيوقف لي عمليه البروتين اكسبريشن. دي الجنرال ميكانيزم بتاعت او اليونيفرسال ميكانيزم بتاعت الار ان انترفيرنس. دبل ستراند ار ان اي تكسر بالدايسر يديني سمول انترفيرنج ار ان اي، تتحد مع ريسك كومبلكس يعمل له انوايندنج يدور على السيكونس سبيسيفيك بتاعه يبتدي يعمل لي ديجراديشن ويديني السمول بيسز اوف مسنجر ار ان اي اللي هو وقف لي الفانكشن بتاعته. الاثنين علماء دول اندي فاير وجريج مايلو، الاثنين دول هم اللي اكتشفوا الفينومينا بتاعه الار ان انترفيرنس لما كانوا شغالين على الزهره بتاعه البيتونيا، ومنها اكتشفوا العمليه بتاعه البوست ترانسكريبشنال جين سايلنسنج او الار ان انترفيرنس. واكوردن الاكتشاف بتاعهم حازوا على جائزه نوبل سنه 2006 في الميديسن. الاثنين دول لما كانوا شغالين ما كانوش شغالين بيدوروا على جائزه نوبل، الاثنين دول لما كانوا شغالين في بايوتك كامباني كل الهدف بتاعها ان هي تعمل ورده لونها بيربل عشان تتباع في الاسواق بسعر كويس احسن من الورده اللي نصها بيربل ونصها وايت. نهايه الريسيرش بتاعهم ادى لاكتشاف بريك ثرو في الساينس خلاهم ياخدوا عليه جائزه نوبل. عشان كده بنقول اتس اول اباوت ذا جيرني نوت ذا ديستنيشن. يعني حضرتك تعمل اللي عليك وتشتغل وتعمل الجوب بتاعتك وتعمل المطلوب منك، الاوت كام اللي هيجي مالكش دعوه بيه، الديستنيشن بتاعتك مالكش دعوه بيها. ممكن يبقى الديستنيشن بتاعك عباره عن دياجنوستيك كيت، ممكن يبقى الديستنيشن بتاعك عباره عن نوبل برايز. احنا بس نشتغل ونعمل اللي علينا والاوت كام دوت مش في ايدينا، في ايد ربنا سبحانه وتعالى والتوفيق بتاع ربنا. طيب بعد شويه الكلام اللي احنا قلناه دوت عايزين نراجع مع بعض شويه ديفينيشنز تانيين قبل ما نكمل عشان نبقى احنا ايه كده متفقين على اللي احنا اتفقنا عليه او اللي احنا قلناه. كلمة RNAi أو RNA interference it's an umbrella term to describe homology dependent gene silencing triggered by double-stranded RNA. أنا كده بلخص القصة الميكانيزم اليونيفرسال ميكانيزم اللي احنا قلناه اللي قلنا انها بتبتدي بايه؟ double-stranded RNA، وفي نفس الوقت هو بتعتمد على sequence معين قلنا انها sequence ايه specific يعني سميناها homology ايه dependent. يبقى كلمة RNA interference it's an umbrella term describe the homology dependent gene silencing triggered by double stranded RNA. يبقى انا لازم ابتدي بدبل ستراندد ار ان اي. كلمه الكوسبريشن هي silencing of endogenous loci following the introduction of transgenes. ده اللي حصل في نبات ايه؟ البتونيا. ان انا دخلت ديف فورين ماتيريال، الفورين ماتيريال دي وقفت لي عملت لي silencing للانترنال جيناتيك ماتيريال اللي موجوده عندي. ده هنعرف الميكانيزم بتاعه ان ديتيلز دلوقتي. ده اللي سميناه كوسبريشن. Co-suppression يعني في حاجة دخلت عملت suppression لحاجة تانية. Silencing of endogenous loci following the introduction of transgene ده اللي احنا كشفناه في ظهرة البتونيا. الBTGS اللي هو Post Transcriptional Gene Silencing اللي هو الRNA interference في plants أو الاسم بتاعه في plants. الSIRNA specificity component of RNAi. Specificity ليه؟ لأن يعني ده اللي بيحدد ال homology dependent gene silencing ده اللي بيحدد which messenger RNA to be silencing. فال siRNA specificity component of RNAi أو RNA interference. ال dicer it's an enzyme, it's RNAs three family member that produce ال siRNA وهنعرف دلوقتي more عنه. ال risk ال RNA induced silencing complex RNA induced silence complex ده اللي بيتحد مع ده اللي الكومبلكس اللي هو الريسك كومبلكس دوت اللي بيتحد مع البرودكت اوف دايسر او البرودكت بتاع الرياكشن بتاع الدايسر اللي هو الاس اي ار ان اي، وابتدي اعمل له انوايندنج وابتدي استخدمه عشان يكسر لي المسنجر ار ان اي. التي جي اس او ترانسكريبشنال جين سايلنسنج دبل ديفينيشن بتاعه دبل ستراند ار ان اي انديوست دايركتد تشينجز ان كروماتين ستراكشر اند جين سايلنسنج. ده اللي احنا قلنا عليه ان انا بوقف انتاج المسنجر ار ان اي من اساسه، ده اللي بتحكم ويتش جين تو بي ترانسكرايب and which gene to be not transcribed. يبقى الدايسر دوت محتاج الريجن اللي اشتغل عليها تبقى اكتر من 23 double stranded nucleotide
في الـ RNA بتاعي، في secondary structure بتاع الـ RNA بتاعي. لو لقاها أقل من كده مش هيشتغل، لو لقاها أكتر من كده هيبتدي يشتغل وإيه؟ ويكسرها. الرقم ده منين؟ من الـ structure بتاع الـ double stranded، أو من الـ structure بتاع الـ siRNA، اللي هو عبارة عن 19 duplicate nucleotide with 2 extra 3 dash nucleotide on each end، فاتنين واتنين أربعة وتسعتاشر تلاتة وعشرين نيكلوتايد. ليها جزء اللي هو الستيم ريجون اللي احنا قلنا عليه فين؟ في السكندري ستراكشر اوف. طيب هنبتدي بقى نحدد بعض الموليكيولز او بعض الميكانيزمات بتاعت الموليكيولز اللي احنا هنشتغل عليها. اول واحد اللي هو السمول انترفيرنج ار ان اي او الاس اي ار ان اي. القصه بتاعت البيتونيا اللي هو الكوسابريشن، هو دوت اللي حصل ايه في البيتونيا. ايه اللي حصل في البيتونيا؟ احنا عملنا دخلنا دبل ستراندد ار ان اي. الساينس استعملوا ان هم خدوا الجين الاندوجينس جين، عملوا فيه شويه تعديلات، ودخلوا اكسوجينس جيناتيك ماتيريال، جيناتيك ماتيريال الغريب عن النبات، دخلوها جوه الخليه على اساس ان هم يزودوا عدد الجينز اللي بتنتج الانزيم دوت. لما دخلت كميه كبيره من الدبل ستراندد ار ان اي، ده تيبيكال فايرال بيهيفير، ده تيبيكال فايرال بيهيفير، لان الفيروس بيخش في المنظر دوت، الار ان اي فيروس بيخش بالمنظر دوت. وبالتالي الدايسر موجود عشان لما يلاقي المنظر ده موجود دبل ستاند ار ان ده يكسره. فلما دخلت الاكسوجينوس جيناتيك ماتيريال اللي هو الانزيم اللي احنا حطيناه او الجين بتاع الانزيم اللي احنا حطيناه، دخل بشكل مختلف لان احنا قلنا عدلنا في الاستراكشر بتاعه عشان نزود الجين اكسبريشن بتاعه. لما دخل بالمنظر دوت الدايسر شافه ابتدى يكسره، ولما كسره حوله الى اس اي ار ان اي. اس اي ار ان اي لقى ايه في الخليه؟ لقى الريسك كومبلكس اللي وراه ار ان اي انديوست سايلنسر كومبلكس، فراح ماسك معاه. هتحصل حاجه من ثلاثه دلوقتي. اول حاجه ان الريسك كومبلكس دوت راح واخد السنس ستراند، اسف الانتي سنس ستراند، ويبتدي يدور على المسنجر ار ان اي ويكسره. ويبتدي يدور على المسنجر ار ان اي ويكسره، دي اول حاجه. تاني حاجه السنس ستراند بقى مالناش دعوه بيها، مش عايزينها. هو الريسك خد الانتي سنس، دور على المسنجر ان اي سبيسيفيكلي اللي هو اوريدي موجود في الخلايا، وابتدى ايه يكسر. اللذيذ بقى ان حصلت عمليه امبليفيكيشن، زياده في كميه الاس اي ار ان اي، لان الاس اي ار ان اي اللي اتكون عندي دوت، في عندي انزيم في الخلايا اسمه ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. الانزيم دوت خد السنجل ستراند اللي هو الانتي سنس ستراند ده، خده لوحده كده وحوله لدبل ستراند. لما يتحول لدبل ستراند ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الدايسر يكسر. خد سنجل ستراند حول دبل ستراند، اول حاجه هتحصل ان الدايسر هيكسر الدبل ستراند ويديني مور اس اي ار ان اي. مش كده بس، ده كل ما يتكون مور اس اي ار ان اي، كل ما الانزيم دوت اللي هو الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز يروح واخد البرودكت دوت ويحوله لي المول دبل ستراند. السايكل دي بيفضل يحصل لها ايه؟ امبليفيكيشن. بمعنى ان انا دخلت، حتى لو دخلت مولكيول واحد، المولكيول واحد دوت اتكسر واداني سمول انترفيرنج ار ان اي، الانتي سنس ستراند بتاعته باستخدام الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز دوت هتحول لي الى دبل ستراند، واللونج ويبقى عندي انترنال امبليفايد دبل ستراند ار ان اي اتكون جوه الخليه غير اللي انا دخلته. بنقول ان انا حصل امبليفيكيشن للسيجنال، امبليفيكيشن للسيجنال. كل ما هيكون عندي اس اي ار ان اي، كل ما الخلايا هتاخد السنجل ستراند بتاع الاس اي ار ان اي دوت وتحوله لي الى دبل ستراند، وكل ما تحول لدبل ستراند الدايسر ياخده ايه؟ ويكسره ويديني مور اس اي ار ان اي بتوع الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز، واخدها محولها الى دبل ستراند، فالدايسر ايه؟ يكسره. كاني عملت هنا ايه؟ سمول بي سي ار كده جوه الخليه، وابتدت الخليه تنتج لي الاس اي ار ان اي بتاعها. الاس اي ار ان اي بتاعها دوت هيروح يدور على الاندوجينس مسنجر ار ان اي اللي هو الاصلي اللي موجود في الخليه، ويعمل له ايه؟ ديجراديشن ويكسره. وبالتالي احنا الخلايا دي لما احنا خدناها وعملنا لها كلوننج في حاله البيتونيا، كان عندي اندوجينس جين، الاندوجينس جين دوت بيطلع لي اندوجينس جيناتيك ماتيريال او بيطلع لي اندوجينس مسنجر ار ان اي بيديني البروتين بتاعي. انا دخلت له اكسوجينس جين، الاكسوجينس جين دوت دخل بشكل مختلف، ولما دخل بشكل مختلف هنا ابتدى ينيشيت او يعمل تريجرنج لعمليه الار ان اي انترفيرنس، ابتدى الدايسر يكسره ويطلع لي سمول انترفيرنج ار ان اي. السمول انترفيرنج ار ان اي دوت ابتدى يشتغل مع ريسك كومبلكس ويديني activated risk complex يكسر لي المسنجر ار ان اي. which messenger ار ان اي؟ الاكسوجينس ولا اندوجينس؟ ده الاثنين بقى. فكده حصل امبليفيكيشن للسامبل. فنتيجه ان انا دخلت اكسوجينس جيناتيك ماتيريال، انا وقفت الاكسبريشن بتاعها عن طريق ان انا كسرت المسنجر ار ان اي دوت الغريب اللي دخل، لكن في نفس الوقت الاس ار ان اي اللي اتكون دوت وقف لي الاكسبريشن بتاع الاندوجينس جيناتيك ماتيريال. ف
فبقى في عندي دلوقتي اكزوجينس جيناتيك ماتيريال واندوجينس جيناتيك ماتيريال، الدي ان اللي انا دخلته في الخليه اللي انا معدله وراثيا، والدي ان اللي موجود اساسا فين؟ في الخليه. الدي ان اللي موجود في الخليه طلع لي اندوجينس ميسنجر ار ان اي، والدي ان الغريب اللي انا دخلته في الخليه طلع لي اكزوجينس ميسنجر ار ان اي. الدي ان الاساسي اللي موجود في الخليه دوت ما كانش بيتكسر، لكن الدي ان الغريب اللي دخل وتكون لي اكسوجينس ميسنجر ان اي اللي هو الشكل بتاعه مختلف، هو الدايسر شافه وافتكره فيروس فكسره وحوله لي الى اس اي ار ان اي. الاس اي ار ان اي دوت مش هيفرق بقى لما يجي يتحد مع الريسك هيمسك في الاندوجينس ولا يمسك في الاكسوجينس، هو مسك في الاثنين وحصل لهم وكسرهم، لان احنا قلنا ان هو هيمولوجي ديبندنت او سيكونس ديبندنت. فانا وقفت الاكسبريشن بتاع الاندوجينس جينيتيك ماتيريال باي انتروداكشن اوف اكسوجينس جينيتيك ماتيريال، فعشان كده سميناها عمليه الكوسبريشن. مش بس انا وقفت الاندوجينس والاكسوجينس، لا ده انا عملت امبليفيكيشن للسيجنال، عشان كده الزهره بتاعتي بدل ما يطلع لونها بيربل طلع لونها وايت، لان انا وقفت كل الاكسبريشن بتاع الميسنجر ار ان اي سواء كان اندوجينس او سواء كان اكسوجينس. ده الشكل بتاع السكندري ستراكشر بتاع الميسنجر ار ان اي اللي كان موجود في البتونيا اساسا، اللي هو الاندوجينس ميسنجر ار ان اي بتاع الانزيم اللي بيكون لي البيجمنت اللي هو السي اتش اس اي ار ان اي. ده الميسنجر ار ان اي بتاع الانزيم الاندوجينس الطبيعي اللي موجود في البتونيا اللي ما كانش بيتكسر بالدايسر. ليه؟ لان احنا زي ما شايفين الاستراكشر سكندري ستراكشر بتاعه ستيبل. ستيبل ازاي؟ كل ستيم ريجون بتاعته ما هياش اكبر من 23، لا بلاقي جزء في النص هنا ما هوش دبل ستراند، بلاقي جزء هنا في النص مش دبل ستراند، بلاقي اجزاء هنا مش دبل ستراند، وبالتالي الميسنجر ان اي الاندوجينس بتاع الخلايا بروتكتد اجينست الدايسر اكتيفيتي باي اتس سكندري ستراكشر. الاندوجينس ميسنجر ان اي protected against the dicer activity through its secondary structure. لكن الاكسوجينس اللي دخل كان السكندري ستراكشر ده بتاعه مختلف، لانه كان واخد بيور دبل ستراند ار ان اي، الدايسر شافه وكسره وكون لي اس اي ار ان اي. الاس اي ار ان اي عملت ديجراديشن بقى للاكسوجينس وعملت ديجراديشن للاندوجينس، لان ده في وقت من الاوقات لما يجي يحصل له اكسبريشن هيحصل له ايه؟ هيحصل له انفولدنج عشان الريبوزوم اللي يخش ويعمل له اكسبريشن، فيروح ماسك فيه الدايسر وايه؟ ومكسره. طب ده بالنسبه للاس اي ار ان اي. في عندي حاجه بقى ثانيه اسمها الفي اي ار ان اي او الفيرال انترفيرنج ار ان اي. خلي بالكم الميكانيزم اللي فاتت دي كانت ميكانيزم ناتشر اللي بتحصل في البتونيا، انا بس عملت لها تريجرنج باي انسرتنج في اكسوجينس جيناتيك ماتيريال. الفي اي ار ان اي دي برضه دي ناتشر ماتيريال موجوده في بعض الخلايا بتاعت بعض الكائنات عشان تبروتكت الخلايا ديت من الفيرال انفكشن. الار ان اي فيروسز زي كورونا فيروس مثلا فور اكزامبل عباره عن ار ان اي مولكيول، لما بيخش الار ان اي مولكيول ده جوه الخلايا بيخش في سلسله دبل ستراند بالمنظر ده، والدبل ستراند بيحمي الار ان اي من ان هو يحصل له ديجراديشن باستخدام حاجات كتير قوي. فنوع من انواع البروتكشن من الار ان اي انه يبقى موجود في سلسله دبل ستراند او يبقى ليه سكندري ستراكشر. لكن الدبل ستراند في ار ان اي دوت لما بيخش جوه الخلايا بيلاقي مين؟ بيلاقي الدايسر. الدايسر بيتعرف عليه از فورين ماتيريال، لا الاندوجينس RNA بتاع الخلايا بيبقى protected by each secondary structure فالدايسر ما بيكسروش. لكن لما بيخش لي RNA غريب الدايسر بيتعرف عليه، لان هو بيتعرف على الستيم ريجون اللي موجوده فيه، او ان هو بيتعرف لي على الفيرال RNA الستيم ريجون اللي موجوده فيه او الدبل ستراند بتاع الفيرال RNA، يبتدي ايه يكسر. وانس ان هو كسره يبقى كده وقف عمل ايه؟ وقف عمل الفيروس، بحيث ان الفيرال RNA ده لو دخل جوه الخليه وعمل اكسبريشن وطلع لي البروتينز بتاعته او عمل لي المولكيولز بتاعته، الريسك كومبلكس هياخد الريسك الدايس هياخد الاس اي ار ان اي دوت من هنا بقى، مش هيبقى اسمه اس اي ار ان اي، هيبقى اسمه في اي ار ان اي. الريسك كومبلكس هياخد الفي اي ار ان اي ويبتدي يعمل بقى بي بلوكنج لايه؟ للمسنجر ار ان اي بتاع الايه؟ الفيروس نفسه. يبقى انا كده يا اما اكسر الفيروس نفسه، اكسر الفيروس نفسه وما يخلوش يكمل السايكل بتاعته باستخدام الدايسر، ولو الفيروس بتاعي دخل جوه النيوكلس وعمل انتجريشن مع الدي ان اي بتاعي وابتدى ينتج لي المسنجر ار ان اي بتاعه نتيجه وجود الدايسر في السيتوبلازم بتاع الخلايا مع الريسك، هيبتدي يدور على المسنجر ار ان اي دوت بتاع الفيروس وبرده يبتدي يعمل له ايه؟ يكسره ويعمل لي فيرال مسنجر ار ان اي ديستراكشن ويوقف لي برده الفانكشن بتاعت مين؟ الفيروس. اللذيذ بقى ايه؟ اللذيذ ان الدايسر دوت كان بي ترانسفيرد فروم وان سيل تو ذا اذر، يعني انا بس محتاج ان الفيروس يخش جوه الخلايا خلايا واحده بس، الدايسر يشوفه ويكسره، ال في اي ار ان اي دوت هيبتدي يتنقل من خليه من الانفكتد سيل للهيلثي سيل، وبالتالي هيبروتكت الهيلثي سيلز اجينست الانفكشن اوف فيروس. يبقى انا كده ابتديت احمي الكائن كله من الفيرال انفكشن. لو السورس بتاع الكومباوند بتاعي او السورس بتاع المولكيول بتاعي عباره عن فيروس ساعتها هسميه في اي ار ان اي،
ولو زي الميكانيزم اللي فاتت السورس بتاع الجيناتيك ماتيريال بتاعي كان اكسوجينس جيناتيك ماتيريال زي حاله الكلونينج اوف بيتونيا بسميه اس اي ار ان اي. الميكانيزم واحده، الكومبوننت واحده، النتيجه واحده، بس السورس بتاع الدبل ستاند ار ان اي اللي هو بيعمل لي تريجرنج للبروسيس كلها، لو هو جاي من اكسوجينس جين انا دخلته جوه الخلايا فبسميه اس اي ار ان اي، ولو هو جاي نتيجه الفيروس ديجراديشن بسميه في اي ار ان اي. في عندي نوع ثالث بقى اللي هو الام اي ار ان اي. الام اي قصه مختلفه بقى. ليه؟ لان الام اي ار ان اي ما بيجيش نتيجه ادخال فيروس او نتيجه ادخال اكسوجينس جينيتك ماتيريال، لا ده انا عندي جينز. الجينز دي بتطلع لي ار ان اي، الار ان اي دوت او بيطلع لي ار ان اي، الار ان اي ده بيتكسر بالدايسر ويديني الام اي ار ان اي. فانا اوريدي عندي جينز جوه الخليه، الجينز ديت بتنتج لي ار ان اي بيتكسر بالدايسر ويطلع لي الام اي ار ان اي اللي بيوقف لي الاكسبريشن اوف بعض الجينز. طب عايزين دي الام اي ار ان اي جينز ممكن تبقى موجوده في الهيومن. الام اي ار ان اي جينز دي بيحصل لها ترانسكريبشن وتديني الترانسكريبشن بتاعها بيحصل على مراحل مختلفه. اول مرحله بتديني البرايمري ام اي ار ان اي، برايمري ام اي ار ان اي بيبقى بالمنظر دوت، عندي انزيم اسمه تروشا انزيم بيكسره واللي بيديني البري ام اي ار ان اي. البري ام اي ار ان اي دوت بيحصل له بيخرج بره الخليه بمولكيول اب كومباوند اسمه اكسبورتين 5. اكسبورتين 5 دوت بيطلع لي البري ام اي ار ان اي بره الخليه، يقابله الدايسر يكسره ويحوله لي الى ام اي ار ان اي. الام اي ار ان اي دوت يحصل له انوايندنج، يدور على ريس كومبلكس وياخدوا ريس كومبلكس دولي على الجين اللي هو كومبلمنتري ليه ويعمل له ايه؟ انهبيشن. يبقى انا لو عندي جين، الجين ده بينتج لي المولكيول بتاعي للدايس هيشتغل عليه، ساعتها المولكيول ده بقى اسمه ام اي ار ان اي، وبنقول ان هو الخليه بتنتج لي اتس اون ريجولاتوري جيناتيك ماتيريال اللي تقدر بيها تيرن اوف بعض الجينز. لو جين ده جه من بره، لو جه من بره والدايس كسره هيبقى اسمه اس اي ار ان اي. فالفرق ما بين التسميه اوف اس اي ار ان اي وام اي ار ان اي وفي اي ار ان اي زي السلايد اللي فاتت، ما هو الى السورس بتاع الماتيريال بتاعتي. لو هو اكزوجينس جيناتيك ماتيريال زي عمليه الكلونينج بسميه اس اي ار ان اي، لو هو فيروس انفكشن بسميها في اي ار ان اي، ولو هو اوريدي جين جوه الخليه بتاعتي بينتج لي المولكيول دوت بسميها الام اي ار ان اي. الاند ريزلت واحده، ان الريسك هياخد الكومباوند دوت او هياخد الانتي سنس ستراند ويعمل لي بيها ديجراديشن للمسنجر ان اي بتاعي اللي موجود جوه الخليه. طب جالنا منين بقى الام اي ار ان اي دوت؟ كان ده موجود في الهاير اورجانيزم، جه منين؟ الاصل بتاعه جه منين؟ او احنا اتواجد عندنا ازاي؟ في عندنا تو مودلز، المودلز دول بيفسروا لي وجود بعض الجينز اللي احنا بنسميها الام اي ار ان اي جينز. اول موديل الاولاني هو الميوتيشن موديل. الميوتيشن موديل بيقول ان وان اوف ذا اور جينز حصل لها ميوتيشن، فلما حصل لها ميوتيشن ابتدى يحصل لها ترانسكريبشن لكن ما بيحصلهاش ترانسليشن، فتواجد الترانسكريبشنال جيناتيك ماتيريال بتاعتها ترانكيتد موجوده في السيتوبلازم. لسبب ما او لاخر الجيناتيك ماتيريال ديت قدرت، او الترانكيتد جيناتيك ماتيريال ديت قدرت تديني ادفانتج عن الخلايا الاخرى اللي هي ما هياش فيها الميوتيتد جيناتيك ماتيريال ديت. بمعنى او اخر ان انا اتواجد عندي جين حصل له ميوتيشن، الجين دوت ممكن يسبب لي كانسر، ممكن ما يسببليش كانسر، ممكن الجين دوت يديني بنفيتس، يديني حاجه افضليه عن الاذر اورجانيزم، وبالتالي حول سرفايف او الميوتيشن دي هتول سرفايف. ده اللي هو الموديل اللي داروين اتبعه في التفسير بتاع نظريه التطور، ان هو بيبقى فيه ميوتيشن، الميوتيشن دي بتديني صفه، لو الصفه دي في مصلحه الاورجانيزم هتسرفايف وتستمر وتورث، لو الصفه دي ضد مصلحه الاورجانيزم هيموت والصفه دي لن تورث. ده فالميوتيشن موديل. الموديل التاني اللي هو الراندوم سيلكشن موديل. يعني ايه راندوم سيلكشن موديل؟ راندوم سيلكشن موديل زي الاكزامبل دوت، ان انا يحصل عندي يبقى في جيناتيك ماتيريال او جين بيطلع لي مسنجر ار ان اي، لكن في الوقت الثاني عندي جين تاني، بس الجين التاني ده السيكونس بتاعه مقلوب، السيكونس بتاعه معكوس، وبالتالي ما بيطلع لي جيناتيك ماتيريال ما بتبقاش بقى مسنجر ار ان اي، بتبقى انتي سنس جيناتيك ماتيريال. فالانتي سنس جيناتيك ماتيريال دي بتروح ماسكه في المسنجر ار ان اي وتعمل لي المنظر دوت وتعمل لي بلوكينج لتعمليه الترانسكريبشن، كاني عندي دوتر او عندي توأم توين للجين، بس التوأم الجين دوت ما بقاش موجود بالكوريكت اورينتيشن بتاعه، لا بيحصل له فليبنج وبالتالي بيبقى الاورينتيشن بتاعه مختلف. فلما بيطلع لي جينيتك ماتيريال في عمليه الترانسكريبشن ما بتبقاش مسنجر ان اي، بتبقى انتي سنس ار ان اي، بتدور على كومبلمنتري سيكونس ليها وتعمل لها بلوكنج وتوقف لي عمليه الترانسليشن. دي اللي هو الموديل الثاني اللي هو الراندوم سيلكشن موديل. كده بقى احنا خلصنا المحاضره الجزء الاولاني من الار ان انترفيرنس بتاعنا. المحاضره الثانيه ان شاء الله هنتكلم على الابلكيشن اوف ار ان انترفيرنس.
شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.